أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدم البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوى، الحلقة رقم 66. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي الكيمياء على مستوى الجمهورية اللي هيتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة أنا حلقة خاصة في الكيمياء للثانوية العامة مع خبيرة الكيمياء الأستاذة صفاء أحمد. صباح الخير. صباح النور. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله تمام. هتكلمين عن إيه النهاردة؟ النهاردة أهم حاجة هتكلم فيها هو كتاب مدرس على الهوى. مدرس على الهوى ده هدية لطلاب الثانوية العامة، كل ولادنا طلاب الثانوية العامة هنا برنامج بيقدم لهم هدية اسمها مدرس على الهوى. لو بنتكلم في المواد، ففي المواد العلمية والمواد الأدبية، نص المنهج لجميع المواد العلمية واللغات، وفي المواد الأدبية نص المنهج لجميع المواد الأدبية وطبعا اللغات. دي نصيحة مني لكل طلابنا، يعني ننتقي هذه الهدية وإن شاء الله هيلاقوا فيها مجهود كبير جدا لخبراء المادة وخبراء جميع المواد اللي موجودة في هذا الكتاب. بنضم صوتنا طبعا لصوت الأستاذة صفاء، وبنقول إن احنا طبعا كتاب مدرس على الهوى يعتبر موجود للثانوية العامة بقسميها، القسم الأدبي، وكتاب المواد الأدبية بيشتمل على اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الإيطالية، اللغة الألمانية، بالإضافة للمواد العلمية اللي هي كيمياء، فيزياء، أحياء، جيولوجيا والرياضيات. ده بالنسبة للكتاب العلمي. كتاب المواد الأدبية بيشتمل على برضو نفس اللغات، عربي، إنجليزي، فرنساوي، ألماني، إيطالي، بالإضافة جغرافيا، تاريخ، علم نفس واجتماع، فلسفة ومنطق. طبعا كل كتاب من الكتب دي يعتبر قام بإعداده مش أقل من تقريبا 30-35 مدرس، خبرات مختلفة ومحافظات مختلفة، ففي يعني زي ما بيقولوا كده عصير المواد كلها موجود، وكم من الأسئلة كلها طبقا للنظام الحديث. تمام. وزي ما قلنا قبل كده طبعا اقتناء الكتاب من خلال يا إما الاتصال المباشر بكل مؤلفين الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو الاتصال بالرقم بتاع إدارة البرنامج اللي هو بيظهر على الشاشة. إيه، نتمنى لك إن شاء الله حلقة موفقة. إن شاء الله بالتوفيق. تفضل يا أستاذ. النهاردة إن شاء الله هنقول لولادنا الاتزان الكيميائي. يعني إيه الاتزان الكيميائي؟ أنا عندي حاجة اسمها نظام متزن
النظام المتزن نظام ساكن على المستوى المرئي وديناميكي على المستوى الغير مرئي. يعني أنا شايفة النظام زي أي تفاعل كيميائي أنا بشوفه قدام عيني إنه هو نظام ساكن، لكن هو في الحقيقة نظام ديناميكي يعني متحرك. طب علشان أتكلم على باب الاتزان الكيميائي يبقى لابد إن أنا أعرف أنواع التفاعلات. أنواع التفاعلات بالنسبة لنا اللي أنا هشتغل عليها، عندي ما يسمى بأنواع التفاعلات، وأنواع التفاعلات اللي هنتكلم عليها عندي نوعين. في تفاعلات بقول عليها التفاعلات التامة، وفي عندي تفاعلات تانية بنقول عليها تفاعلات انعكاسية. يعني إيه تفاعل تام؟ التفاعل التام هو التفاعل اللي بيصير في اتجاه واحد، اتجاه النواتج، لخروج أحد النواتج من حيز التفاعل على هيئة راسب أو غاز. يسير التفاعل في الاتجاه الطردي، يبقى معنى كده التفاعل التام هو التفاعل اللي بيصير في اتجاه واحد، اتجاه مين؟ اتجاه النواتج. اتجاه النواتج ده بيخرج معايا فيه يا راسب يا بيخرج عندي هنا غاز. طيب لو أنا هنا بتكلم على التفاعل الانعكاسي، التفاعل الانعكاسي هنا تفاعل بيصير في الاتجاهين الطردي والعكسي معا، ووجود كل من المتفاعلات والنواتج في حيز التفاعل. لو أنا هنا هتكلم على بعض التفاعلات فإحنا أكيد طبعا هنتكلم على حالة الاتزان الكيميائي. علشان أعمل اتزان كيميائي يا ترى أعمله في التفاعل التام، التفاعل اللي انتهى، زي تفاعل الخرسين مع حمض HCl هيكون عندي كلوريد الخرسين ويتصاعد غاز الهيدروجين. خلاص الغاز تصاعد مش هقدر ارجعه تاني، لو اتكون راسب بيبقى صعب ان انا ارجع الراسب الا باحتمالات. طب تعال نشوف التفاعل الانعكاسي. التفاعل الانعكاسي يعني التفاعل بيصير في الاتجاهين، الاتجاه اللي بنقول عليه الاتجاه الطردي وهنا الاتجاه العكسي. من المتفاعلات والنواتج في حيز التفاعل، يعني معنى كده لا خرج راسب ولا خرج عندي هنا غاز. عشان اعمل باب الاتزان الكيميائي واتكلم على الباب ده صح، يبقى يا ترى انا هعمل هنا الاتزان الكيميائي، يا ترى هعمله في بنقول كده التفاعلات التامه ولا التفاعلات الانعكاسيه؟ عشان اعمل اتزان كيميائي يبقى الباب كله هيكلمني على التفاعلات الانعكاسيه. يعني اذا انا هشتغل باب الاتزان على التفاعل الانعكاسي وليس التام. عشان نتكلم على الباب صح وعشان اتكلم على التفاعلات صح يبقى لازم اذكر العوامل اللي بتاثر على سرعه التفاعل، سواء كان التفاعل بيصير في الاتجاه الطردي او الاتجاه العكسي. يبقى انا هشتغل على التفاعلات الانعكاسيه. يبقى الاتزان الكيميائي ده نظام ديناميكي يعني متحرك، يحدث في التفاعلات الانعكاسيه عندما يتساوى معدل التفاعل الطردي مع معدل التفاعل العكسي، وتثبت تركيزات كل من المتفاعلات والنواتج. معدل يعني سرعه. طب اذا في عوامل بتاثر هنا عندي على السرعه، لان في بدايه التفاعل عندي هنا متفاعلات وعندي طبعا هنا اهو بنقول نواتج، معايا متفاعلات معايا هنا نواتج. المتفاعلات والنواتج ما زالوا موجودين في حيز التفاعل، ولذلك بنقول أنا عايز أشوف العوامل اللي بتأثر بتجعل التفاعل يسير في الاتجاه الطردي وتجعل العوامل بيصير اللي هنا التفاعل بيصير في الاتجاه العكسي، يبقى لازم أذكر عوامل بتأثر. أنا عندي 6 عوامل بتأثر على سرعة التفاعل الكيميائي. لو احنا خدنا هنا العوامل كده بالترتيب، العوامل عندي المؤثرة على تفاعل كيميائي. عشان نتكلم على العوامل المؤثرة على تفاعل كيميائي عندي 3 عوامل هبتدي بيهم. هبتدي بالتلات عوامل دول لأن العوامل دي تتبع عندي قاعدة اسمها قاعدة لوشاتيلي. القاعدة دي بتقول لي إيه والتفاعل بيكلمني عن إيه؟ بيكلمني هنا عن أثر. أول حاجة عندي بتكلم عليها عندي هنا التركيز. يبقى أنا هبتدي بالتركيز. التركيز هنا في قاعدة بيقول لي إيه بقى؟ بيقول لي هنا أنا لو أنا بتكلم على التركيز بصفة عامة ضمن الست عوامل، يبقى باجي أقول لك أنا لو في القاعدة دي حطيت هنا 100 كورة، احتمالات التصادم هتبقى موجودة ولا لأ؟ طبعا في تصادم. طب ولو خليتها 200 يبقى احتمالات التصادم هتزيد، خليتهم 300 أكتر. معنى كده إن أنا بزود التركيز، يبقى معنى كده بزود تركيز المتفاعلات، يا هنا بنقول يسير التفاعل في اتجاه النواتج. طب مين اللي كلمني على التفاعلات دي؟ عندي هنا ادي التركيز وادي عندي هنا. هنستأذن حضرتك في الفاصل القصير استاذ صفاء، فاصل ونرجع لكم تاني. تمام.
أعزائي طلبة وطالبات الثانوية العامة، يمكنك الآن الحصول على نسختك من كتاب مدرس على الهوى في مراجعة نصف المنهج. الكتاب الأول كتاب المواد الأدبية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 9 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، الفلسفة والمنطق، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. الكتاب الثاني كتاب المواد العلمية، ويحتوي هذا الكتاب على مراجعة نصف المنهج في 10 مواد دراسية في كتاب واحد، وهي الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الجيولوجيا، الرياضيات، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، اللغة الألمانية، واللغة الإيطالية. وقد قام بإعداد هذه الكتب نخبة متميزة من مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى طبقاً للنظام الحديث تحت إشراف مستر أحمد السعيد. يمكنك حجز الكتاب من خلال مؤلف الكتاب مقدمي البرامج التعليمية في برنامج مدرس على الهوى، أو التواصل مع إدارة البرنامج من خلال الرقم التالي 0163 56 296. تمنياتنا القلبية بالتوفيق والنجاح لكل طلابنا الأعزاء. ورجعنا لكم تاني، والكيمياء للثانوية العامة مع الأستاذة صفاء أحمد. اتفضلي يا أستاذة. طبعا هنا بنقول في العوامل المؤثرة على التفاعل الكيميائي، أنا عندي عوامل بتأثر على سرعة التفاعل الكيميائي عموما، لكن أنا هنا هبتدي شغلي بالعوامل المؤثرة على التفاعل الكيميائي. هزود كلمة هنا متزن. متزن يبقى معنى كده إن أنا هتكلم على قاعدة لوشاتيلي. القاعدة هنا بيقول لك إيه؟ إذا حدث تغير في أحد العوامل المؤثرة على نظام متزن، إذا حدث تغير في أحد العوامل المؤثرة على نظام متزن، فإن التفاعل يسير في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي هذا التأثير. يعني إيه الكلام ده؟ أنا معايا التفاعل في حالة اتزان أهو، وجيت أنا ميلت الجنب ده، ضفت هنا، يبقى أكيد الطرف ده هيطلع. يعني معنى كده التفاعل أصبح غير متزن، لا أنا عايز أرجعه في حالة اتزان، يبقى لازم أزود الطرف الآخر. هنشوف ده طبقا للقاعدة اللي أنا هتكلم عليها، اللي احنا بنسميها على طول هنا من أهم القواعد ومن أهم العلماء اللي موجودين عندي في علم الكيمياء. عندي هنا هتكلم على قاعدة اللي هي قاعدة لوشاتيليه. يبقى هبتدي هنا بالتركيز. تعال نشوف التركيز أنا بتكلم عليه إزاي. لو أنا بتكلم على التركيز أهو، أدي التركيز اللي أنا هشتغل عليه. التركيز بالنسبة لي لو عملت معادلة وعايزة أثبت القاعدة على المعادلة، تعال نشوف. لو أنا جيت خدت كده معايا كلوريد حديد 3 بيتفاعل هنا مع ثيوسيانات الأمونيوم NH4SCN، طبعا الثيانات ثيوسيانات أحادية وعندي الأمونيوم أحادي. التفاعل هنا تفاعل إنعكاسي، هبص الاقي هينتج عندي ال FeSCN، طبعا الحديد هنا ثلاثي، وعندي هنا هينتج ال NH4Cl. طبعا معادلتي لازم تتوزن، وطبعا طالب ثالثة طبعا اكيد الوزن بالنسبة له حاجة بسيطة. تعال نشوف لو انا عندي هنا FeCl، ده هنا في صورة محلول اهو، هبص على الثيوسيانات دي في صورة هنا محلول، وعندي هنا كل المتكون عندي محلول. اذا المتكون عندي ده المحلول، اذا معنى كده انا ما عنديش لا راسب ولا عندي هنا بنقول غاز، اذا التفاعل هنا انعكاسي. الطرف ده يسمى بالطرف اللي هو تفاعل بقول عليه طردي، وهنا طبعا تفاعل اهو بنقول عليه عكسي. القاعده بتقول لي ايه؟ انا معايا كلوريد حديد 3 ده لونه اصفر باهت، معايا ثيوسيانات ده عديم اللون،
معايا كده بنلاقي سيوسيانات حديد 3 بنقول عليه لونه احمر دموي، ومعايا كلوريد الامونيوم عديم اللون. تعال نطبق القاعده. باجي اقول لك ايه، لو انا زودت كلوريد حديد 3 هنا التفاعل يصير في انهي اتجاه؟ في الاتجاه اللي هيقلل التاثير، يبقى معنى كده يصير التفاعل في الاتجاه الطردي ويزداد اللون الاحمر الدموي. طب ولو ضفت كلوريد الامونيوم التفاعل يصير في انهي اتجاه؟ يصير في الاتجاه العكسي، يعني يقل اللون الاحمر الدموي ويزداد اللون الاصفر الباهت. نقول تاني، القاعده بتقول لك اذا حدث تغير في احد العوامل المؤثره على نظام متزن مثل الضغط والتركيز ودرجة الحرارة، فإن التفاعل يسير في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي هذا التأثير. معايا هنا كلوريد حديد 3 قلنا، باجي أو هنا أفعله مع سيوسيانات الأمونيوم هيصير التفاعل في الاتجاه الطردي، أي اللون الأحمر الدموي بيزداد. طب ولو زودت هنا كلوريد الأمونيوم يسير التفاعل في الاتجاه العكسي، أي يقل اللون الأحمر الدموي ويزداد الأصفر الباهت. يبقى معنى كده أن أنا ممكن ألخصها في اي تفاعل، في اي تفاعل ينطبق عليه، لو زودت احدى المتفاعلات هيصير التفاعل في اتجاه اكيد النواتج، ولو انا زودت النواتج هيصير التفاعل في اتجاه المتفاعلات. كفه ميزان، هتزود هنا التفاعل هيصير في الاتجاه الطردي، هتزود هنا في النواتج هيصير في الاتجاه العكسي. يبقى انا كده اتكلمت على التركيز اول حاجه في قاعده لوشاتيليه. طب تعالى نشوف هنا التفاعل او المؤثر الاخر. معايا ايه؟ معايا الضغط. الضغط ده انا طبعا بشتغله على الغازات. طب ازاي ده احنا قايلين هنا الغاز لو نتج هيبقى التفاعل هنا تفاعل تام؟ لا، انا اكيد عامله التفاعل في اناء مغلق. طالما التفاعل هنا في غازات يبقى انا عامله التفاعل في اناء مغلق. طب تعالى نشوف اثر الضغط على سرعه التفاعل. لو انا باجي اقول لك كده معايا في رقم في الضغط اهو رقم 2 بالنسبه لنا هنشتغل الضغط. الضغط اللي انا بشتغل عليه بيكون اتجاهه، لو بزود الضغط يكون اتجاهه في اتجاه طبعا اكيد عدد المولات الاقل. يبقى معنى كده ان انا هتكلم على عدد المولات. تعال نشوف معادله، والمعادله انا بشتغلها ازاي؟ في ان الضغط عكس طبعا هنا ايه عدد المولات، يعني معنى كلامي ان بزياده الضغط يسير التفاعل في اتجاه عدد المولات الأقل، وأكيد العكس. طب تيجي نعمل معادلة كده ونشوف. تعال نشوف معادلة هشتغل عليها، معادلة بسيطة جدا. معايا هنا N2 زائد H2 بيكون عندي 2NH3، وبوزن طبعا أكيد معادلتي، وببص الاقي التفاعل ده تفاعل هنا عندي هتكلم فيه عن الضغط. لو عدينا عدد المولات، عدد المولات في المتفاعلات كام؟ 4. عدد المولات في النواتج كام؟ 2. يبقى هنا بقول لك خلي بالك عدد هنا المولات في المتفاعلات 4، عدد المولات في النواتج 2. لو انا عايزه امشي ناحيه الاثنين ازود الضغط ولا اقلله؟ اكيد هزود الضغط، عشان الضغط وعدد المولات عكس بعض. لو انا هنا هخفض الضغط يبقى اكيد همشي ناحيه عدد المولات الاكبر. يبقى تاني كده، اول ما اجي اكلمك على الضغط هتقول لي اعد المولات، اعد المولات الاول. وانا بعد المولات عديت مولات المتفاعلات 4، عديت مولات النواتج 2، يبقى لو زودت الضغط اكيد همشي ناحيه عدد المولات الاقل، يعني همشي ناحيه الاثنين. لو خفضت الضغط اكيد همشي ناحيه عدد المولات الاكبر، يبقى همشي هنا ناحيه الاربعه. يبقى معنى كده عشان امشي عند الاثنين يبقى انا هزود الضغط، عشان امشي عند الاربعه يبقى انا هخفض الضغط. يبقى كلامي بسيط جدا، خدنا اتنين من قاعده لوشاتيليه. طب تعالى نشوف، لو انا عندي عدد المولات متساوي، لو عدد مولات تساوى بعض، يعني مثلا عندي هنا ال H2 زائد الاي 2 هيكون عندي ايه؟ هيكون عندي 2 اتش اي. لو انا ببص كده على عدد المولات نجمع مولات المتفاعلات هلاقي مولات المتفاعلات باتنين، اجمع مولات النواتج هلاقيها باتنين. ازود الضغط ولا اقلله؟ زودته.
قللته لا يؤثر. ليه؟ لتساوي عدد المولات عندي هنا بنقول في المتفاعلات والنواتج. يبقى في الحالة دي لا يؤثر الضغط، اهي في حالة تساوي عدد المولات الضغط لا يؤثر. تمام. تعال نشوف، يقول لك ساعات كده ايه مصطلحات لو الطالب مش فاهمها بيغلط. زي ايه؟ زي لما اجي اقول لك كده زيادة حجم الوعاء اللي انا بعمل فيه التجربة، او خفض حجم الوعاء. كلمة زيادة حجم الوعاء معناه هنا ان انا بقلل ايه؟ الضغط. كلمة زيادة في الحجم يقابلها هنا نقص في الضغط. كلمة خفض في هنا بنقول في الوعاء، في حجم الوعاء يقابلها هنا بنقول زيادة في الضغط. يبقى الكلمات دي مهمة جدا وانا بشتغل لازم اركز عليها. يبقى معنى كده زيادة حجم الوعاء معناه عندي هنا خفض الضغط. كلمة زيادة يقابلها على طول كلمة خفض في الضغط. خفض حجم الوعاء يقابلها هنا بنقول زيادة الضغط. استأذنك فاصل قصير يا استاذ صفاء. تمام. فاصل قصير ونرجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني والكيمياء للثانوية العامة مع الأستاذة صفاء أحمد. اتفضلي يا أستاذ. نقول كده تاني إن أنا لما اتكلمت على القاعدة، القاعدة فيها التركيز، فيها الضغط، فيها درجة الحرارة. بدأنا بالتركيز، قلنا تاني إذا حدث تغير في أحد العوامل المؤثرة على نظام متزن مثل الضغط، التركيز، درجة الحرارة، فإن التفاعل يسير في الاتجاه الذي يقلل أو يلغي هذا التأثير. طيب لما أنا بدأت هنا بدأت بالتركيز، زودت كلوريد حديد 3، التفاعل صار في الاتجاه الطردي. لما بزود هنا كلوريد الأمونيوم بيسير التفاعل في الاتجاه العكسي. كفة ميزان، هتزود المتفاعلات همشي ناحية النواتج، هزود النواتج همشي ناحية المتفاعلات. ده أثر التركيز طبقا للقاعدة. لما جينا نتكلم على الضغط قلت لك لما بزود الضغط بيسير التفاعل في اتجاه عدد المولات الأقل، يعني الضغط وعدد المولات عكس بعض. يبقى اول ما يجي سؤال على الضغط هتقول لي استني اعد المولات. عديت عدد مولات المتفاعلات 4 وعدد مولات النواتج 2. لما هنا عايزه امشي ناحيه الاثنين، ناحيه معدل تكوين غاز النشادر، يبقى اكيد انا هزود الضغط عشان امشي ناحيه عدد المولات الاقل. لو عايزه اقلل هنا تكوين غاز النشادر يبقى عايز امشي في الاتجاه العكسي، يبقى اخفض الضغط عشان امشي ناحيه عدد المولات الاكبر. لما جبنا التفاعل ده، التفاعل عدينا برده عدد المولات، لقينا عدد المولات في المتفاعلات 2 وعدد المولات في النواتج 2. معنى كده ان هنا الضغط لا يؤثر لتساوي عدد المولات. لما بنقول كلمه زياده حجم الوعاء معناها هنا ان انا بخفض الضغط. بنيجي نقول خفض حجم الوعاء يبقى انا بزود الضغط. ادي التركيز، ادي الضغط اللي في قاعدة لوشاتيليه اللي معظم الطلبة أصلا بتبقى مش عارفة تحل فيها. ليه؟ أهو تعال نشوف درجة الحرارة العامل الثالث. هتكلم هنا على درجة الحرارة، وأنا بتكلم على درجة الحرارة ما انساش أبدا إن الجزيئات عندها طاقة حركة، وبالتالي طاقة الحركة دي بتجعل الجزيئات في حالة نشطة. بنقول عشان كده لما بزود درجة الحرارة أو أخفض درجة الحرارة يهمني جدا إن أنا أعرف هل التفاعل طارد أم ماص للحرارة. يبقى لازم عشان أتكلم على درجة الحرارة بقول لك لما بزود درجة الحرارة أكيد أنا بزود عدد الجزيئات المنشطة، الجزيئات التي تمتلك طاقة بنقول عليها طاقة التنشيط. طاقة التنشيط دي اللي بيمتلكها جزيء لازم تكون يا إما مساوية لطاقته أو بنقول طاقة هنا إيه الحركة بتاعته بتكون أكبر. طب تعالى نشوف لو انا بتكلم على درجة الحرارة، قلت لك هيهمني قوي ان انا اعرف ما يسمى عندي كده باولا بتكلم على ايه؟ بتكلم على التفاعلات هنقول عليها الطاردة للحرارة، التفاعلات الطاردة. يبقى عشان تتكلم صح يبقى لازم تعرف نوع التفاعل، طارد ام التفاعل هنا ماص للحرارة. يبقى انا كده في التفاعل الطارد، وخليك معايا باجي اقول لك همسك كده اي تفاعل واعمله. لو خدنا اي تفاعل حتى التفاعل اللي انا لسه عاملاه اهو، ادي N2
زائد 3H2 هيكون عندي هنا على طول 2NH3. طبعا كلهم في حالة غازية، يعني معناه ان انا عاملة التفاعل في اناء مغلق، لان طبعا انا محافظة على المتفاعلات والنواتج. التفاعل ده انا عايز اعرف منه دلتا اتش، فجاب لي دلتا اتش بتاعتي اهو اللي احنا اخدينها في سنة اولى ثانوي باشارة سالبة. لا يعنيني الرقم في حاجة، انا يعنيني الاشارة. نخلي بالنا، انا لو الاشارة سالبة يبقى معنى كده التفاعل ده طارد ولا ناقص؟ اكيد التفاعل طارد. دلتا اتش معدل التغير في الحراره، يبقى معنى كده التفاعل عندي هعتبره ايه؟ هعتبره تفاعل هنا طارد للحراره. طيب طالما طارد هبص على مين؟ بص على النواتج. ما هي طارد يعني خارج مع النواتج، خارج مع النواتج. فانا بقولها لنفسي بطريقه مبسطه وبنقول لكل طلابنا اهي، حدد كده لنفسك وقول لنفسك هنا الحراره. انا بقولها مجازا على اساس ان الطالب هنا يبقى عارف ان طالما التفاعل طارد يبقى في النواتج الحراره موجوده. طب هنيجي على نفس التفاعل واجي اقول لك ايه؟ لو انا هرفع درجه الحراره في التفاعل الطارد، رفع درجه الحراره، يسير التفاعل في انهي اتجاه؟ الحراره اهي، وانا رفعت درجه الحراره، همشي في الاتجاه اللي فيه حراره ولا همشي عكسه؟ اكيد همشي عكسه، اكيد مش همشي في الاتجاه اللي فيه الحراره، لان التفاعل بيقول لي كده والقاعده بتقول لي كده. يبقى انا لو رفعت درجه الحراره يسير التفاعل في الاتجاه على طول العكسي، بنقول عكس كلمه هنا اللي انا حاطه فيها الحراره، يسير التفاعل في الاتجاه العكسي، اتجاه النواتج، اتجاه سرير المتفاعلات. يبقى معنى كده ان انا لو تفاعل طارد رفعت درجة الحرارة يبقى التفاعل بيسير في الاتجاه العكسي. نفس التفاعل لو جيت قلت لك خفض درجة الحرارة، أنا ما زلت في تفاعل هنا طارد، خفض درجة الحرارة نقصت، يبقى لازم تعوض النقص اللي أنت عملته. أعوض النقص إزاي؟ إن أنا أمشي هنا ناحية بنقول التفاعل الطاردي. تاني برفع في التفاعل الطارد للحرارة، بقول لك دلتا اتش سالبة، طالما سالبة يبقى التفاعل طارد، وطالما طارد يعني درجة الحرارة هنا في النواتج. ارفع درجة الحرارة يبقى هسير ناحية المتفاعلات عشان همشي هنا في الاتجاه العكسي، مش همشي ناحية المكان اللي فيه الحرارة أزيد. طيب لو جيت خفضت درجة الحرارة يبقى همشي طردي عشان أعوض النقص اللي موجود عندي في درجة الحرارة. يبقى إذا خفض درجة الحرارة في التفاعل بنقول عليه الطارد للحرارة، معناه ان يسير التفاعل في الاتجاه الطردي. نقول تاني كده، طالما بتكلم على درجة الحرارة يبقى يهمني جدا اعرف دلتا اتش، دلتا اتش بتاعتي، وساعات هو يجيب لي ايه؟ زائد حرارة، او هنا زائد طبعا ايه؟ طاقة. فطبعا هنا بيخرج هنا طارد، طالما طارد هرفع درجة الحرارة، انا الحرارة اهي، ارفع درجة الحرارة يبقى همشي في الاتجاه العكسي، خفض درجة الحرارة همشي في الاتجاه الطردي. معنى كده ان كلمة هنا اللي انا حطيتها بفكر نفسي بيها وكل الطلبة تفكر نفسها، انا دلتا اتش هنا سالبة يبقى التفاعل طارد الحرارة هنا، ارفع درجة الحرارة همشي عكسها مش همشي في الاتجاه الزيادة، خفض درجة الحرارة همشي في اتجاهها علشان اعوض النقص اللي انا عملته. ده في تفاعل طارد للحرارة. طب ولو كان التفاعل ماص، يا ترى كان التفاعل هيبقى شكله عامل ازاي؟ تعال نشوف. حاجه اقول لك انا عندي هنا كده، ثانيا هتكلم على التفاعلات الماصه للحراره. تفاعل ماص يعني معنى كده دلتا اتش موجبه، ميم ميم ميم، ماص يعني موجب يعني متفاعلات. نشوف تفاعل كده، اي تفاعل عندي من التفاعلات اللي بتكون هنا مصة للحرارة، اي تفاعل ماص انا هاخده وابتدي ان انا اشتغل عليه. معايا هنا الهيدروجين هفعله مع CO2 هينتج عندي على طول، طبعا تفاعل هنا نقول انعكاسي، هينتج عندي المية وهينتج عندي CO او الاكسيد الكربون. هلاقي دلتا اتش بتاعتي اللي موجودة عاملها لي هنا موجبة، يبقى انا لا يعنيني تماما اهو دلتا اتش بتساوي اشاره موجبه، لا يعنيني التفاعل هنا
الرقم ولكن يعنيني الإشارة. دلتا اتش موجبة يعني معنى كده، ميم موجب يعني التفاعل ماص، وطالما ماص يبقى الحرارة موجودة فين؟ بص أنا بعملها لنفسي أهو، يبقى الحرارة هنا، هنا الحرارة. طالما الحرارة موجودة هنا في الجزء ده في المتفاعلات، عايزة أرفع درجة الحرارة، يبقى في الحالة دي رفع درجة الحرارة. يسير التفاعل في أنهي اتجاه؟ أنا الحرارة اهي، ارفع درجة الحرارة، أكيد مش همشي ناحية اللي فيها حرارة، أكيد همشي في الاتجاه هنا الطردي، يبقى معنى كده يسير التفاعل في الاتجاه الطردي. تمام. خفض درجة الحرارة في التفاعل الماص، لما تكون درجة الحرارة هنا رفعت درجة الحرارة، يبقى معنى كده التفاعل بيصير في الاتجاه الطردي. هخفض درجة الحرارة، يبقى معنى كده اهو خفض درجة الحرارة. يسير التفاعل في الاتجاه العكسي عشان اعوض النقص اللي انا عملته. درجة الحرارة مهمة جدا جدا، هنقولهم مع بعض سريعا كده. التلاتة اللي يخصوا قاعدة لوشاتيليه دول على تفاعل كيميائي متزن، لازم يكون في حالة اتزان. بيجي هنا نقول كده، أول حاجة قلنا في التركيز هزود تركيز المتفاعلات، هيصير التفاعل في اتجاه النواتج. هزود تركيز إحدى النواتج، هيصير التفاعل في اتجاه بنقول المتفاعلات. لازم التفاعل أرجعه في حالة اتزان. بالنسبة للضغط، الضغط أول ما أسألك على الضغط هتقولي حجم المولات، أعد المولات. عدد مولات المتفاعلات هنا 4، هنا 2، همشي ناحية الاتنين يبقى كده زود الضغط. بنقول هنمشي ناحية الأربعة يبقى أكيد أنا هخفض الضغط. الضغط وعدد المولات عكس بعض تماما. لو أنا عندي عدد المولات متساوي يبقى الضغط هنا لا يؤثر. لو جينا اتكلمنا على التفاعلات من حيث الحرارة، لو التفاعل طارد للحرارة، طارد بعمل أبص على دلتا اتش، عرفت منين إنها طارد؟ بصيت على دلتا اتش سالبة، سالب يعني طارد، يعني درجة الحرارة هنا الحرارة موجودة في النواتج. ارفع درجة الحرارة طبقا للقاعدة، همشي في الاتجاه اهو العكسي. خفض درجة الحرارة، همشي في الاتجاه الطردي عشان اعوض النقص اللي موجود في درجة الحرارة اللي انا عملته. في التفاعلات هنا باجي اقول لك المصة، لو بتكلم على ماص يبقى دلتا اتش بتاعتي موجبة، موجبة ميم ميم ميم. ميم يعني ايه؟ موجب، يعني تفاعل ماص، يعني متفاعلات، الحرارة في المتفاعلات. ارفع درجة الحرارة، همشي كده في اتجاه النواتج. ليه؟ همشي عكس كلمة هنا. خفض درجة الحرارة، هعوض النقص اللي أنا عملته، يبقى هرجع في الاتجاه طبعا اللي موجود فيه الحرارة. عندي تجربة، والتجربة دي بتوضح تماما أثر درجة الحرارة على سرعة تفاعل كيميائي متزن. التجربة دي هنقولها كده مع بعض نظري، ونشوف مع بعض التجربة دي بتتكلم عن إيه. تعالى نعمل التجربة ببساطة، وأنا قدامي درجة الحرارة ما زالت موجودة، ونطبق الكلام اللي على درجة الحرارة واشوف هل فعلا الكلام النظري لقاعدة لوشاتيليه كلام مظبوط ولا كلام بالتجربة صحيح 100%. بنعمل ايه؟ انا معايا دورة، وطبعا احنا كلنا لسه مخلصين الباب الثاني. الباب الثاني اللي انا حصلت فيه على ثاني اكسيد النيتروجين ابخرة بنية حمراء. معايا الدورة، والدورة ده اهو، ادي الدورة. ببتدي ان انا الدورة اللي عندي هاخده وضع فيه بنقول NO2 ثاني اكسيد النيتروجين، طبعا هنا ايه لونه كلنا فاكرينه، بنقول كده ابخره بنيه حمراء يعني بني محمر. عجبني اللون، قمت واخده الدوره ورحت وضعاه في اناء به ماء بارد اهو. عملت نفس الدوره اهو، باخده ووضعه في اناء به ماء بارد. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ لقيت اللون اختفى. راح فين اللون واختفى ليه؟ اللون اختفى لان نتج عندي N2O4 رابع اكسيد النيتروجين، معروف ان هو عديم اللون، والاناء ده اللي فيه الماء المبرد او الماء البارد.
طبعا دورت على الابخره البنيه الحمراء مش موجوده، اختفت. لا انا عايزاها ترجع. طب اجرب كده، هرفع الدوره من الماء المبرد وابتدي اضعه في اناء اخر اهو به ماء ساخن، فرجعت الدوره، ادي الدوره عندي اهو، والدوره هنا وضعته في اناء به ماء ساخن. لاحظت ايه؟ لاحظت ده اللون رجع، اللون هنا بنقول البني المحمر رجع، ورجع كمان اكثر وضوحا، ده رجع واضح جدا، ال NO2 رجع اكثر وضوحا. طب ايه السبب؟ السبب التفاعل ده طارد. طب تعالى نثبت كده، انا معايا اهو الدورق، الدورق فيه الابخره البنيه الحمراء، خدته وضعته في اناء به ماء بارد، لقيت اللون اختفى، رفعته في درجه حراره الغرفه بدا يرجع تدريجيا، بس لما وضعته في اناء به ماء ساخن رجع اكثر وضوحا. معنى كده ان انا بتكلم على تفاعل طارد للحراره، والتفاعل الطارد للحراره اللي انا بتكلم عليه اهو اللي في التجربه، بقول لك معايا ال NO2، ال NO2 اداني N2O4 زائد حراره، يعني مش شرط ان هو يكتب لي دلتا اتش سالبه، ما انا لو خرجت الحراره بره هتخرج باشاره سالبه. طبعا هنا بلاقي التفاعل ده اللي انا عملته، بس طبعا بوزن معادلتي، وطبعا ده اهو غاز وده غاز، طبعا انا شغاله داخل اواني مغلقه. اللي حصل بقى، تعالى ناكد الكلام، معلومه للتفاعل الطردي او الطارد للحراره. باجي اقول لك ايه، خلي بالك انت قلت ده بني محمر وقلت ده عديم اللون، والتفاعل هنا خارج منه حراره، يعني تفاعل طارد ولا ماص؟ اكيد طارد. يبقى التفاعل بالنسبه لنا هنا طارد للحراره، يبقى انا قلت لك ايه، التفاعل طارد، يبقى الحراره عندك موجوده هنا، بنقول في النواتج هنا الحراره. ارفع درجه الحراره، همشي في انهي اتجاه؟ همشي في الاتجاه هنا العكسي، مش همشي ناحيه اللي فيها الزياده. ارفع يعني سخن اهو، لما سخنت رجع اللون البني المحمر. خفض درجه الحراره، اخفض درجه الحراره يبقى همشي هنا، اروح على الكلمه، على كلمه هنا علشان اعوض النقص في درجه الحراره. بعوض النقص يبقى راحه ناحيه عديم اللون، يبقى عشان اوصل لعديم اللون يبقى معناه ان انا اتكلمت هنا، عملت عمليه تسمى بعمليه تبريد، وهنا عملت عمليه تسخين من خلال تفاعل بنقول عليه تفاعل طارد للحراره. يبقى احنا اتكلمنا على درجه الحراره، هي اهم حاجه درجه الحراره. تاني كده، لو التفاعل طارد للحراره يعني دلتا اتش سالبه، اذا هنا الحراره، ارفع درجه الحراره همشي كده عكس كلمه هنا، خفض درجه الحراره همشي اعوض النقص اللي انا عملته. نفس الكلام بالنسبه للتفاعل الماس، موجب مين موجب؟ يبقى هنا موجبه ماس، يعني الحراره في المتفاعلات، ارفع درجه الحراره همشي كده ناحيه النواتج، خفض درجه الحراره همشي ناحيه اللي انا نقصته. يبقى كل التفاعلات لازم تعود في حاله اتزان طبقا للقاعده، لقاعده هنا لوشاتيليه اللي بتقول لك اذا حدث تغير في احد العوامل المؤثره على نظام متزن، الضغط والتركيز ودرجه الحراره، التفاعل بيصير في الاتجاه الذي يقلل او يلغي هذا التاثير، يقلل او يلغي هذا التاثير. القاعده هي الثلاث بنقول عوامل دول على التفاعل كيميائي متزن، لكن انا عندي كمان ثلاثه داخل فيهم التركيز ودرجة الحرارة، وعندي هنا باقي العوامل إن شاء الله هنبقى نشوفها كده مع بعض ونقولها مع بعض. هطبق على قاعدة لوشاتيليه بعض الأمثلة البسيطة مع أولادنا، والقاعدة سهلة جدا وبسيطة، والعوامل الباقية من العوامل طبعا إن شاء الله هنقولها في حلقة جاية بإذن الله. اتفضل يا أستاذ، أحسنتي ما شاء الله عليك. نستاذ المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا الصفحه رقم 1 من الاسئله اللي الاستاذه صفاء مجهزاها. اوكي، نشوف مع بعض كده بعض الاسئله على قاعده لوشاتيليه، الامثله اهي، واحده واحده كده مع بعض. اوكي، اول حاجه، اول تفاعل عندي، التفاعل بيقول لي ايه؟ وضح اثر كل مما يلي على تركيز ثالث اكسيد الكبريت. وضح اهو، بنقول وضح اثر عندي كده اهي كل مما
يأتي على تركيز طبعا ثالث أكسيد الكبريت. ثالث أكسيد الكبريت كلنا شايفين إنه هو موجود في النواتج، والتفاعل ده تفاعل طارد للحرارة، كلنا شايفين إنه هو طارد للحرارة، يعني درجة الحرارة موجودة في النواتج، درجة الحرارة موجودة في النواتج. طب أول حاجة بيقول لي هنا أنت لو ضفتي عامل حفاز، والعامل الحفاز من العوامل اللي بتأثر على سرعة التفاعل، بس العامل الحفاز إيه؟ مادة بيلزم منها قليل تزيد من سرعة التفاعل الطردي والعكس معا دون أن تتغير أو تغير من موضع الاتزان. يبقى معنى كده لو أنا ضفت عامل حفاز على طول بقول لا يؤثر، تساوي عدد المولات في الضغط أقول عليه لا يؤثر. جينا بعد كده في النقطة ب باجي أقول لك إيه؟ زيادة درجة الحرارة. ارجع بقى لدرجة الحرارة موجودة فين؟ في النواتج، يعني التفاعل ده طارد، يعني الحرارة هنا، ارفع درجة الحرارة يبقى معنى كده التفاعل هيصير في أنهي اتجاه؟ هيصير في الاتجاه أكيد العكسي. يبقى معنى كده الـ SO3 أكيد تركيزه بيقل عشان ماشي عكس اتجاهه. طيب لو جيت قلت لك تقليل حجم الوعاء، قايله لك تقليل حجم الوعاء يعني بزود الضغط، هزود الضغط يبقى انت بتكلميني على الضغط، لا استنى لما اعد المولات هلاقي عدد المولات في المتفاعلات موجود 3، عدد المولات في النواتج 2، وانا بقول لك زود الضغط يبقى اكيد همشي ناحيه عدد المولات الاكبر، يبقى انا همشي هنا في الاتجاه العكسي. يبقى برضو تركيز عندي هنا على طول في الاتجاه، سوري معلش، بنمشي كده تقليل حجم الوعاء يعني بزود الضغط، يبقى بمشي ناحيه عدد المولات الاقل. يبقى باجي تاني كده بنقول زيادة الضغط هيصير التفاعل في اتجاه عدد المولات الأقل، يعني ناحية الـ SO3 أي بيزداد طبعا تركيزه. لو جينا سحبنا الـ O2 من وسط التفاعل، شلنا الـ O2، أي حاجة أنا بنقصها بمشي ناحيتها عشان أعوض النقص. أي بنقول في تفاعل، أي هنا بنقول مركب أو بنقول عنصر بشيله من وسط التفاعل يبقى لازم أرجع لناحيته. يبقى أنا لو نزعت أوتو لا همشي هنا التفاعل في الاتجاه بنقول أكيد العكسي، يعني تركيز الـ SO3 أكيد طبعا هنا إيه بيقل. لو جينا اتكلمنا في التفاعل الثاني في النظام المتزن الآتي، وبرضو هنا التفاعل دلتا اتش هي سالبة، إذا التفاعل ده طارد، وطالما التفاعل طارد للحرارة يعني الحرارة موجودة هنا، وبقول لك ده تركيزه أو تأثيره على غاز أكسيد النيتريك. لو أنا ضفت هنا كده الأوتو، الأوتو دي في المتفاعلات، هزود الأوتو؟ لا ده أنا همشي كده ناحية النواتج. يبقى معنى كده الـ NOA بيقل. بنضيف هنا المزيد من NO2، هضيف المزيد من NO2، NO2 ده في النواتج. طب لو أنا زودته هيصير التفاعل فين؟ هيصير التفاعل في الاتجاه العكسي، يعني هيمشي ناحية الـ NO، يبقى تركيز الـ NO هيبتدي يزيد. لو أنا ضفت عامل حفاز اتفقنا، عامل حفاز لا يؤثر، والعامل حفاز من العوامل طبعا اللي هتشرح مع العوامل الباقية اللي عندي. لو رفعنا درجة الحرارة التفاعل ده تفاعل طبعا طارد، يعني درجة الحرارة في النواتج، ارفع درجة الحرارة يبقى همشي فين؟ في الاتجاه أكيد هنا العكسي، أكيد العكسي يعني تركيز عندي أكسيد النيتريك هيبتدي إن هو يزيد. تقليل حجم الوعاء يقابلها كلمة إيه؟ زيادة الضغط، هزود الضغط يبقى عد المولات، هعد المولات في المتفاعلات عندي موجود 3 وفي النواتج 2، وأنا بقلل عندي تقليل حجم الوعاء يعني بزود الضغط، هزود الضغط يبقى همشي ناحية عدد المولات هنا بنقول الأقل، يبقى همشي في الاتجاه أكيد بنقول الطردي، ومعنى كده تركيز الـ NO بيقل. أحسنت يا أستاذة صفاء. الحلقة من الحلقات الجميلة، شوف بقى لحضرتك عندك أي تعقيب على الحلقة بصفة عامة لطلابنا. اتس أوكي، جو أهيد. طلابي احنا الحلقة هنا اتكلمنا اختصينا بالذكر من العوامل الستة اللي موجودين عندنا هنا، يعني اكتفينا بقاعدة لوشاتيليه النهاردة، ولكن طبعا العوامل دول ستة، الستة عوامل اللي احنا هنتكلم عليهم طبعا أكيد التركيز بيكون في المحاليل، وطبعا الضغط هنا بيكون معظمه ضغط جزيئي على الغازات، وطالما غازات يبقى إناء مغلق، فطبعا هنا القاعدة بسيطة جدا وسهلة جدا ما فيهاش أي حاجة، امشي بالترتيب اللي بنقول عليه. أجي أكلمك على التركيز، طبعا لو بزود تركيز المتفاعلات أكيد همشي ناحية النواتج، لو بزود أحد النواتج هرجع للمتفاعلات. بكلمك على الضغط عد المولات، زودت الضغط يبقى هسير في اتجاه عدد المولات أكيد الأقل، خفضت الضغط همشي في اتجاه عدد المولات الأكبر. درجة الحرارة لو التفاعل طارد زي ما أنا عملت، قول لنفسك درجة الحرارة هنا في النواتج، ارفع درجة الحرارة همشي أكيد عكس
الزياده، همشي العكس، خفض درجه الحراره يبقى هروح اعوض النقص. في تفاعل ماس يعني دلتا اتش موجبه، موجب يعني ماس يعني الحراره موجوده في المتفاعلات، زود هنا الحراره هيصير التفاعل في الاتجاه الطردي اي اتجاه اللي عكس درجه الحراره موجوده فيه. خفض درجه الحراره، لا هرجع لها عشان اعوض النقص اللي موجود عندي. نتمنى ان احنا نكون افدنا طلابنا ان شاء الله في الحلقات القادمه في نقاط وفي منحنيات. معظم الباب الثالث باب بسيط جدا، ولكن طبعا بيغلب عليه الاسئله كتير جدا، وفي نفس الوقت افكارها كتيره، واكيد بنحول بعض الاسئله المنحنيات عشان نقدر ان احنا نختار في الامتحان طبعا اجاباتنا صحيحه. واتمنى لكل طلابنا ربنا يوفقكم. ما تنسوش ابدا يعني كتاب مدرس على الهوى كتاب عظيم جدا، في كل المواد اللي انت عايزها، طالب علمي في كل المواد في كتاب واحد، طالب ادبي كل المواد معاه في كتاب واحد على نص المنهج. وان شاء الله مع الترم الثاني هينزل لك النص الثاني من الباب افكار كتير جدا، لان نخبه من المتميزين اللي عاملين الكتاب، وده هديه من القناه لجميع طلابنا. احسنت يا استاذه صفاء، حلقه من الحلقات الممتعه والمتميزه، شرفتينا. ونتمنى ان شاء الله نشوفك في حلقات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تمنياتنا القلبيه لكل طلابنا الاعزاء بالتوفيق والنجاح دائما. شكرا لكم جميعا.